الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل أن يقينا وياكم شر الحوادث والمصائب. طبعا السيارات أغلبها في الوقت الحاضر لما تمشي تتقفل الأبواب أوتوماتيكيا، ولكن مثل ما ترون في هذه الموديلات، هذا مثلا نوع من أنواع السيارات، لو قدر الله، طبعا السيارة أول ما تمشي يقفل الباب أوتوماتيكيا. إذا حدث أي خلل في السيارة لا يمكن لأي شخص داخل السيارة أن يفتح الزر على أساس يخرج، لا يمكن، وهي بالشكل هذا. فيجب علينا مثل ما ترون في موديلات المفاتيح نقدر نأخذها من السوق الحمد لله مختلفة، مثل ما ترى يا أخي من بدري يا أخي جزاك الله خير، حتى لو تسكرت الأبواب عليك وأردت تدخل سيم تبغى تفتح الباب، فيا أخي ممكن يا أخي، مو لازم أستني على شد بلاده يا أخي، أطلع هذا يا أخي الفاضل على اساس الغيه للسلامه، واركب واحد عندي احتياط يعني جايبنا من برا، على اساس يا اخي لو قدر الله السياره انطفت لاي خلل استطيع يا اخي يفتحونها للناس اللي داخل السياره. فارجو، لان ولدي كان رايح المدرسه هو واخواته، فقدر الله صار عنده خلل في البطاريه، انطفت السياره، ارادوا يخرجون لم يستطيعون. فاكتشفت يا اخي انه ليس عنده مقبض لفتح الباب. ولكن كلامة من رب العالمين أقدر أستطيع برحمة الله. فمثل ما ترى يا أخي يعني عندك فرصة يا أخي، لو قدر الله سبحانه وتعالى مشت السيارة طبعا بينزل بالطريقة هذه يقفل أوتوماتيكيا، لو صار أي حادث ممكن اللي داخل السيارة يسحب الباب. فأرجو يا أخي الفاضل الإنسان يأخذ حذر. هذا مثل الموديلات القديمة برضو، شوف مثل ما ترى يا أخي عندي، شوف هذه برضو السيارات بعد القديمة، هذا برضو نوع مثل ما ترى هنا يا أخي الفاضل، شوف هنا بعد الابواب القديمه هذه نفس المشكله. اذا الواحد ما ياخذ حذره يا اخي الفاضل، شوف هنا يا اخي الفاضل، شوف هنا هذا الباب مثل ما ترى موديلات قديمه يمكن يصعب الواحد انه يلقاه او انه يطلع لهم. برضه هذا موديل يا اخي اقدر اغيره على اساس يسهل، اما هذا موديل ثاني على كيفك، بس حط موجود في السوق يا اخي يكون اطول واسهل على اساس لو قدر الله سبحانه وتعالى طبعا بالطريقه دي تقفل السياره يصير عندك يا اخي مساحه ممكن يفتح الباب يا اخي لاي شخص لو حدث اي خلل. ما تبغى الموديل هذا يا اخي او النوعيه هذه جزاك الله خير، خذ نوعيه ثانيه يا اخي، هذه موجوده في السوق الحمد لله رب العالمين. ممكن احط هذا يا اخي النوع، شايف يا اخي الفاضل ممكن اركب هذا يا اخي الفاضل، شوف ويصير اسهل يا اخي الفاضل لجميع الابواب يا اخي، وكلها ما تصل قيمتها 60 ريال. فاتعشم يا اخي من الاخوان ومن الجميع ليتاكدون عن سلامة